وللحديث عن الحرية الصحفية وحرية الإعلام وما تتعرض له من انتهاكات في ظل ما حدث من اقتحام لقناة البغدادية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو مجلس إدارة قناة البغدادية الدكتور رياض الإسماعيلي. أهلا بك معنا دكتور رياض. حياك الله أستاذ ياسر، أهلا ومرحبا. أهلا بك دكتور رياض، بداية لو تحدثنا كيف تمت عملية الاقتحام ومن هي الجهة الأمنية التي نفذتها؟ نعم، حقيقة اليوم تفاجئنا عصر هذا اليوم بمداهمة قوة مسلحة إلى قناة البغدادية وانتهكت حرية العمل في هذه القناة التي معروف خطابها منذ عام 2005 ولغاية الآن، هي القناة الوحيدة التي تعبر عن تطلعات هذا الشعب العراقي المظلوم المهدور حقوقي من عام 2003 ولغاية الآن. وادعت القوة المداهمة أنها تابعة للاستخبارات، ولكن بعد التحقق من العنصر المسؤول في هذه القوة ادعى بأنه من مكافحة الجريمة وغسيل الأموال، وهذا تناقض عجيب أنه هناك قوتين تدعي بهذا الأمر، ويبدو أنه الأمر مضبب وهناك قوة أخرى ميليشياوية هي التي دفعت هذه القوة إلى اقتحام هذه القناة وغلق هذه القناة ومصادرة أجهزتها، وهذا مخالف إلى حرية التعبير وإلى حقوق الإنسان في العراق التي تدعي بها هذه السلطة أنها ترعى حقوق الإنسان وحرية التعبير، ولكن السياسات المتبعة خلال هذه الفترة واضحة جدا أنها تكمم الأفواه، لأنه قناة البغدادية هي واحدة من القنوات التي تعبر عن صوت الثوار. طيب الحقيقي والمطالب. دكتور رياض، هل كان لدى هذه الجهة الأمنية أمر قضائي بموجبه تم هذا الاقتحام، أم أن الأمر كان عملية أمنية ليس لها سند قانوني؟ لم نطلع على أمر قضائي، ولحد هذه اللحظة المنتسبين من القناة لا زالوا رهن الاعتقال ولم نعرف مصيرهم، ويبدو أن الأمر مبيت من جهة أخرى. لم نطلع على تفاصيل وحيثيات هذا القرار ولم نخبر به سابقا، وهذا يعني واضح، وهي ليست جديد انه تغلق قناه البغداديه، هذا الغلق الثالث في عام 2010 ادعوا بعد موضوع كنيسه النجاه، وايضا تمت التبرئه ونفي وطعن هذا القرار من قبل البرلمان ومن قبل المحكمه، وفي عام 2014 كان الادعاء ايضا مضحك ومخجل انه قناه البغداديه هي قناه شيعيه وتروج الى الفكر الشيعي وتطرف، اللي تم اغلاقها على ضوء اغلاقها في من قبل هيئه الاعلام المصريه. دكتور رياض، واليوم يكرر هذا الموضوع وواضح الاهداف والغايات استاذ ياسر، انه يعني نحاول سيد دكتور رياض، يعني نحاول التركيز على حيثيات هذا الاقتحام. ايضا يعني القوات الامنيه كما وصلنا اعتقلت المذيع بقناه البغداديه علي الذبحاوي، ما هي التهم التي وجهت اليه؟ لا زالت تحت هذه اللحظة، أنا أخبرت حضرتك لم نعرف الأسباب، وهناك يعني أنباء تقول أنه الآن في يعني في الجريمة الاقتصادية. ما هي علاقة الجريمة الاقتصادية بقناة البغدادية؟ قناة البغدادية قناة حرة مملوكة من رجل أعمال معروف، ويعني أملاكها واضحة وأيضا مصادر أموالها واضحة، لم يشترك في العملية السياسية، لم تكن هناك عليه شبهة فساد، وإنما ماله حلال، وأراد أن يساعد الشعب العراقي بإيجاد قناة إعلامية تعبر عن تطلعات هذا الشعب. فما هي وجهة النظر أو الجريمة الاقتصادية؟ إذا كانت هناك جريمة اقتصادية خلي يحاسبون السارقين الفعليين اللي يطلعون بالإعلام ويعترفون بسرقات. نعم دكتور رياض، هل حاولتم التواصل مع الجهات المعنية في هذا الخصوص وما كان ردهم؟ محامي الآن هو يعني بصدد التعرف على حيثيات هذا الموضوع ويحاول لمعرفة الحقيقة من خلال التواصل. نعم، إذن كان معنا عضو مجلس إدارة قناة البغدادية دكتور رياض الإسماعيلي عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.